والذي يعين على التدبر أيها الإخوة عدة أمور، منها قراءة كتب التفسير التي تعينك على فهم القرآن وتدبر القرآن، وهناك كتب متعددة في مراحل متدرجة، وتختلف هذه المراحل بحسب اختلاف الناس وأفهامهم، وهناك كتب للمبتدئين في التفسير، وهناك كتب للمتوسطين، وهناك كتب للمنتهين. والمقصود أن الإنسان لا بد له من تفسير للقرآن، تفسير المعتمد الموثوق، ليقرأ معاني القرآن وليفهم معاني القرآن، فإن ذلك من أعظم الوسائل والسبل التي تعينك على التدبر والتأمل والتفكر. فينصح كل مسلم أن يكون عنده كتاب لتفسير القرآن، مثل تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله، وهو تفسير جليل القدر. وأنا أعتبر تفسير الشيخ ابن سعدي ليس تفسيرا للمبتدئين فقط، بل هو حتى المنتهين، لأن فيه من المواعظ، وفيه من اللفتات التربوية والإيمانية، وفيه من الفقه الشيء الكثير الذي يستفيد منه المسلمون جميعا، وسواء كانوا من العلماء أو غيرهم. فلا بد من أن يكون عندك كتاب من كتب التفسير الموثوقة المعتمدة، لكي تفهم كلام الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ما أنزل القرآن إلا وهو يريد سبحانه وتعالى من عباده أن يفهموا هذه الآيات، كما قال الحسن البصري وغيره: ما أنزل الله آية إلا وهو يريد من خلقه أن يفهموها ويعرفوها ويعرفوا معناها. والقرآن كان السلف رحمة الله تعالى عليهم يعتبرون آيات القرآن رسائل من الله سبحانه وتعالى، من الملك عز وجل، يتدبرونها بالليل ويعملون بها في النهار. وأما حالتنا فإلى الله المشتكى. السلف كانوا يعتبرون آيات القرآن رسائل مرسلة من الملك سبحانه وتعالى لعباده، كل آية من القرآن هي رسالة لك من الله سبحانه وتعالى، وكانوا يتدبرونها في الليل ويتأملونها في صلاة التهجد والقيام، وقراءة الليل قراءة لها أثر كبير على القلب، ثم يعملون بها في النهار. لذلك أيها الإخوة، من أعظم ما يعين على التدبر والتأمل والتفكر، وهو من أعظم وسائل زيادة الإيمان واليقين في القلوب، هو أن يكون عندك كتاب تفسير لتفهم ما يريده الله منك ولتعلم ما يريده الله منك.